السلام عليكم، نلتقي مع المحاضرة 13 من مقرر الإعلان والعلاقات العامة. موضوعنا النهاردة هو تخطيط أنشطة العلاقات العامة، ونهدف من خلال المحاضرة إلى تعريف الطلاب بمفهوم التخطيط لأنشطة العلاقات العامة، تعريف الطلاب بأهمية عملية تخطيط العلاقات العامة، وأخيرا تعريف الطلاب بالعناصر الرئيسية لخطة العلاقات العامة. يعد نشاط العلاقات العامة من الأنشطة الملازمة لعمل جميع المؤسسات وعمل جميع الإدارات المختلفة في المؤسسات التجارية. كتير منا بنشوف إن أحيانا نقرأ خبر في الجرائد أو يعني خبر في التلفزيون عن قيام مؤسسة بتعيين خريجين جدد من الجامعة أو من الأقسام المتخصصة. أحيانا نرى خبر عن شراء المؤسسة من المؤسسات لأحدث خطوط الإنتاج أو لقيامها بالتصدير لسوق من الأسواق. مختلف الأخبار اللي بنسمعها عن المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية أو المؤسسات الخاصة تدخل هذه الأخبار في نطاق أنشطة العلاقات العامة. إذن هو عمل ونشاط ملازم لجميع الأقسام والإدارات. شهدت العلاقات العامة تطور كبير في المفهوم والدور والأنشطة التي يؤديها. اهتمت الدول المتقدمة والدول النامية على السواء بأنشطة العلاقات العامة. العلاقات العامة علم حديث نسبياً، بالرغم من أن أنشطة العلاقات العامة تمارس منذ قديم الأزل، فمنذ عهد التجارة والقوافل وإلى آخره كانت هناك الأنشطة التسويقية وأنشطة العلاقات العامة التي تهدف لتكوين الصورة الإيجابية في ذهن التجار والعملاء، أو يعني تحسين الصورة إذا كانت صورة سلبية تهدف لتحسين الصورة وتحويلها من صورة سلبية إلى صورة إيجابية. أما موضوع النهاردة تخطيط العلاقات العامة، فعرف التخطيط بأنه عملية تحديد الأهداف التي يسعى خبير العلاقات العامة أو أخصائي العلاقات العامة لتحقيقها، وتحديد الأهداف وتحديد البرامج اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار القيود والمحددات التي تمنع من تحقيق هذه الأهداف. إذن أي نشاط هادف للعلاقات العامة لا يمكن أن يتحقق منه لنفسه، لا يتحقق إلا بالاعتماد على التخطيط الناجح الذي يتضمن تحديد الأهداف ورسم طريقة التنفيذ لهذه الخطة التي يحدث في نهايتها تحقيق الأهداف. من فوائد التخطيط لأنشطة العلاقات العامة ما يلي: أولاً، تنفيذ برامج متكاملة توحد من خلالها جميع الجهود المتاحة لإنجاز وتحقيق الأهداف. ثانياً، كسب تأييد الإدارة لهذه الأنشطة. ثالثاً، العمل على الجانب الإيجابي بدلاً من الجانب الدفاعي في ممارسات العلاقات العامة. هنعرف حالاً أن العلاقات العامة، أنشطة العلاقات العامة تهدف لحاجة من اثنين: خلق الصورة الإيجابية أو الممارسات الدفاعية يعني تجميل الصورة. من أهداف وفوائد تخطيط العلاقات العامة حسن اختيار الموضوعات وترتيب الأولويات. أخيرا، تحقيق أمثل استخدام لوسائل الإعلام المتاحة للوصول إلى الجماهير المستهدفة في أفضل صورة. لتخطيط العلاقات العامة العديد من الجوانب المهمة، وهناك العديد من العناصر الرئيسية في خطة العلاقات العامة. أول هذه العناصر هو تحديد الأهداف. ثانياً، تحديد البدائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل يتناسب مع الفئات المختلفة من الجمهور. زي ما يمكن أسلفت في محاضرة سابقة أن احنا أنشطة العلاقات العامة تستهدف الأنشطة الداخلية بنفس القدر أو بمقدار يعني لا يقل في الأهمية عن أنشطة العلاقات العامة الموجهة للجمهور الخارجي.
في خطة العلاقات العامة لابد من تقسيم الجمهور المستهدف من حيث السن والنوع، ذكر أم أنثى، متوسط الدخل، المكان الجغرافي، مكان الإقامة أو التواجد الجغرافي، وغيرها من العوامل الديموغرافية التي نستخدمها في تقسيم الجمهور وتقسيم الأسواق. هناك بعض أوجه الاختلاف بين خطط العلاقات العامة. أولاً، درجة المرونة في الاستجابة للظروف المتغيرة، توقيت تنفيذ الخطة، وأخيراً الفرص ومدى الاستفادة ومدى استفادة الخطة، خطة العلاقات العامة، من الظروف البيئية الخارجية. ظروف البيئة الخارجية تمثل تهديدات، وفي كثير من الأحيان تمثل فرص، وتنجح خطط العلاقات العامة عند استخدام هذه الفرص بالشكل المناسب. تنقسم أهداف خطط العلاقات العامة إلى أهداف تسويقية، أهداف معنوية إيجابية، وهناك الأهداف المعنوية الدفاعية. الأهداف التسويقية تتمثل في المساهمة في زيادة المبيعات والأرباح والإقبال على المنتجات والخدمات من قبل الجمهور. أما الأهداف المعنوية الإيجابية فهي تمثل الجانب الأكبر من نشاط العلاقات العامة، وتركز على كسب ثقة الجماهير سواء الداخلية أو الخارجية. الأهداف المعنوية الدفاعية هي ثالث أنواع أهداف العلاقات العامة، وتتمثل في محاربة الشائعات وتصحيح المعلومات الخاطئة حتى وتدارك المشكلات والأخطاء التي حدثت في الماضي وسببت مشاكل. مش بالضرورة تكون يعني المشاكل دي نتيجة شائعات، قد تكون نتيجة أخطاء فعلية قامت بها المنشأة، ويقع العبء على عاتق العلاقات العامة في تصحيح هذه الصورة السلبية. من مقومات التخطيط الناجح لأنشطة العلاقات العامة وجود هدف محدد أو مجموعة من الأهداف المحددة، استخدام وسائل الاتصال والإعلام المناسبة لتنفيذ الخطة، وجود وترابط الأهداف، التزام الخطة بالإمكانيات المتاحة، توافر الخبرة والمهارة، وشمول الخطة وتضمنها للعديد من السياسات والأهداف التي تخدم الاستراتيجيات التنظيمية. هناك أربعة مراحل لتخطيط العلاقات العامة. أول هذه المراحل وضع الأهداف وتحديد مهمة الخطة. ثانيا، توضيح وتحليل الخلفية أو الموقف الحالي. ثالثا، وضع الاستراتيجيات. وأخيرا، تطوير خطة العمل وتنفيذها. أما عن عوائق تخطيط أنشطة العلاقات العامة، فأول العوائق والمشاكل هو استعجال تحقيق النتائج من خطة العلاقات العامة. كثير من أهداف الخطط العلاقات العامة تتضمن يعني تغيير الإدراك وتغيير الوعي وتغيير الصورة النمطية السلبية في ذهن الجمهور. لا يحدث ذلك بالتأكيد بين يوم وليلة، وقد يتطلب خطة مستمرة طويلة الأجل تمتد لسنوات وسنوات لتغيير الصورة السلبية عن المؤسسة. وخير مثال لذلك ما تقوم به شركات الطيران التي تواجه أو يحدث لها لا سمح الله حوادث لسقوط الطائرات أو تحطمها أو غيره. تعمل هذه الشركات على خطط علاقات عامة تمتد 5 سنوات وأحيانا 10 سنوات لغسل الصورة الذهنية السلبية أو رسم صورة مشرقة وإيجابية عن المنظمة. تركز طبعا بالأساس على خطوات فعلية تقوم بها هذه الشركة من صيانة وتجديد واستخدام أحدث المعدات وإلى آخره، ويأتي دور العلاقات العامة في إبراز هذه الممارسات للجمهور. أيضا من عوائق ومشكلات تخطيط العلاقات العامة الاقتصار على تبني مجموعة من الأهداف
مثلا فقط التركيز على الأهداف التسويقية أو التركيز على الأهداف الإيجابية أو التركيز على الأهداف الدفاعية. لابد من المزج وتكامل هذه المجموعة من الأهداف في خطط العلاقات العامة حتى تؤدي وتؤتي التغيير المطلوب. من العوائق أيضا صعوبة التنبؤ بمتى ومدى حدوث التغيير المطلوب. أيضا هناك العوائق المالية التي لا تسمح باستمرار أو القيام بخطة علاقات عامة يعني على المستوى المطلوب. أخيرا من العوائق عدم وضوح الأهداف ولا وعدم وجود استراتيجية عامة للمنظمة ينبثق عنها استراتيجية تسويق، ينبثق عنها استراتيجية وخطط العلاقات العامة. أما عن خطوات إعداد برنامج العلاقات العامة، فالخطوة الأولى هي عملية تحليل الموقف، أين نقف في اللحظة الحالية، وهي الخطوة الأولى لعملية التخطيط. يأتي بعد تحليل الموقف تحديد الأهداف، رسم وتصميم البرامج والخطوات التي تؤدي لتحقيق هذه الأهداف، تنفيذ هذه البرامج، وأخيرا مراجعتها وتقييمها وتقويمها. أنواع خطط العلاقات العامة، هناك الخطط ثلاث أنواع من الخطط، هناك الخطط الوقائية، وهناك الخطط العلاجية، وهناك الخطط الضرورية أو حالات الضرورة. في الخطط الوقائية تنقسم عادة إلى خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل. في الخطط الطويلة الأجل يلزم لوضعها الاهتمام بنوع الجماهير المستهدفة وخصائصها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تصميم رسالة ترويجية تستمر في ذهن الجمهور. أما الخطط قصيرة الأجل وهي الأكثر شيوعاً وتحقق في مجملها أهداف الخطط قصيرة الأجل، مثل زيادة المبيعات، تحقيق رضا الجمهور، توضيح رأي المنشأة في موضوع أو في قضية، إقناع فئة من الجمهور بقرارات المنشأة، أو وأخيرا منع ووقاية المنشأة من بعض المشكلات المتوقعة من فئات الجمهور. أما النوع الثاني من خطط العلاقات العامة، الخطط العلاجية، قد تتعرض المنشأة لبعض الظروف غير المتوقعة التي تؤدي إلى تحولات حادة في آراء الجمهور، وهنا يتم إعداد خطة سريعة لعلاج هذه المشاكل وتصحيح الصورة السلبية الناتجة عن المشكلة التي حدثت. النوع الثالث وهي خطط حالات الضرورة، وتهدف إلى تلاشي وقوع الحوادث والكوارث والهجوم المضاد مثلا من قبل المنافسين. من أبرز هذه المشاكل الشائعات التي تطلقها وسائل الإعلام، أو الأحكام القضائية التي قد تصدر ضد مصلحة المنشأة. يقوم هنا برنامج الهجوم المضاد على مجموعة من الخطوات، أهمها تقييم الهجوم والدراسة السريعة لمصدر الهجوم ومدى تأثيره وتقبل الرأي العام له، البصيرة والتبصر قبل الإقدام على الهجوم بالتأكد بعدم وجود معلومات لدى الخصم تساعده، ثالثا التصدي للهجوم، ويبدأ ببيان أولي تصدره إدارة العلاقات العامة بأن المنشأة تبحث المشكلة أو الظاهرة أو يعني موضوع الإشاعة أو المشكلة، وأخيرا استغلال هذا الهجوم لصالح المنشأة، ويمكن ذلك عن طريق الإشارة إلى ماضي المنشأة الناصع البياض أو مساهمات المنشأة ومنتجاتها وخدماتها التي لم يثبت عليها خطأ أو لم تواجهها المشاكل، والعمل على تصحيح الصورة السلبية في أسرع وقت. بذلك تنتهي المحاضرة الثالثة عشر، وكان موضوعها تخطيط الأنشطة العلاقات العامة
موضوعنا في اللقاء القادم عن استخدامات العلاقات العامة في المنشآت غير الهادفة للربح، ويكون لقاءنا في المحاضرة الأخيرة عن فن الإتيكيت وممارسات العلاقات العامة يعني على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.